عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اجتماعها الثامن برئاسة سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد صباح سالم الدوسري لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل وذلك بممن الوزارة. في مستهل الاجتماع ثمن الدوسري توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد حفظهم الله بشأن إطلاق برنامج الوطني للتوظيف والذي تضمنت إحدى مبادراته الأربع على مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. أكد الدوسري على ضرورة الإسراع في عملية تطوير النظام الآلي للتأمين ضد التعطل وتحديث الآليات المتبعة حاليا في النظام تمهيدا لرفع مقدار الإعانة والحد الأقصى للتعويض. بعد موافقة السلطة التشريعية على مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بما يتواكب مع متطلبات البرنامج الوطني للتوظيف معربا عن أمله بتضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية للمساهمة في نجاح هذا البرنامج الحيوي والذي يأتي مكملا لمبادرات ومشاريع التوظيف التي تنفذها الوزارة والتي تهدف إلى تعزيز أفضلية البحريني وجعله الخيار الأفضل لأصحاب العمل.